في امان الله يا حبيبتي. حاجة غريبة الدنيا لها طعم تويكس، تلذذ بالكراميل الشوكولاتة والبسكويت المقرمش الرائع. ده يوم عيد. حاجة غريبة تويكس، وقف لحظة وعيش الفرحة. كفو يا شباب، ما شاء الله بيض الله عن الوجوه، صلونا مع الجماعة. جزاك الله خير يا شيخ، بس الله يبارك فيكم. الخشوع والطمأنينة واجبة في الصلاة إن شاء الله يا شيخ. أسأل الله عز وجل ليوفقكم للصلاة مع الجماعة أن يوفقكم للخشوع والطمأنينة. جزاك الله خير يا شيخ. البارد معنا شي جديد من كيري، صح؟ صح، لدنا كريمات كتير طيبة. تلذذوا بجديد الطبيعة، لدنا كريمية من كيري محضرة من الحليب الطازج والقشطة الشهية. لدنا كريمية من كيري، من دلال الطبيعة. المرة الجاي فيك تخبريني أنا بالأول؟ مسابقة الحلم تعود للسنة الرابعة لتحقق حلمك أنت. 2 مليون ريال ستجعل من أحلام 3 محظوظين حقيقة. ما زالت هناك فرصتان لتحقق حلمك. SMS حلم أو دريم إلى أحد الأرقام التالية. ولباقي الدول اتصل على الرقم الدولي. مسابقة الحلم الرابعة من NBC، غير حياتك. عملي بتطلب مني أتابع آخر الأخبار. من فترة عرفت إنه القهوة بطبيعتها غنية بمضادات الأكسدة اللي بتساعد على حماية الخلايا وبتلعب دور مهم لصحة الجسم. أنا دايما ببدأ نهاري بقهوة نسكافيه ريدمان لأخلي يومي أحلى. بعد هالخبرية ما بتخيل صباحي بدونها. هل تودين اكتشاف عالم من الترطيب العميق؟ نقدم لك جل الاستحمام من أوليد بطبقاته المزدوجة المتطورة. فالشريط البنفسجي يرطب والشريط الأبيض ينظف. أحيط جسمك بضعفي ترطيب أوليد. بشرة ذات إشراقة صحية، جال الاستحمام من أولي. أعشق بشرتك. من شي يا ولدي؟ معلش بس دقيقة، أكيد حيبس. نعم، خليني أشوف. أكلمك شوية. كن أول من يحصل على آخر تكنولوجيا مع مهرجان جرير ديجيتال من مكتبة جرير. يلا استنى، خلينا نشوف العرض. أقوى وأضخم العروض على أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية، أسعار لا تنافس، والعديد من الهدايا المجانية. مكتبة جرير ليست مجرد مكتبة. سانسيلك الجديد صنع بالاشتراك مع 7 من أفضل خبراء الشعر بالعالم لابتكار أفضل منتجات سانسيلك على الإطلاق. يوكو ياماشيتا، خبيرة يلي ابتكرت تقنية يوكو للشعر الناعم. أودال، خبيرة يلي أسست أول صالون بالعالم للشعر المموج. جمال حمادي، خبير بلمعان الشعر يلي توثق فيه نجوم هوليوود. سانسيلك كريشنز، عناية الخبراء لشعر فائق الجمال. يا خلقي لقوا لا أقوم وتلحلح، هو طنجعان إزاي ينام والطمعجية في غيره نام وأنفاق. أشعارك جريئة جدا، في حدا قالك شي يوم يا إيمان؟ خفي شوي أحسن. ما الرجال تخلوا عن القضايا الوطنية بطرة ويقعد يصلح فيها ويعدل فيها، بس مصلحوش للستات إنهم يصلحوا. ظلم ظلم ظلم، يجب على الزوجة طاعة زوجها فيما فيه معصية. مين ينصفها؟ كلام واعم. الأحد 11 بتوقيت السعودية على NBC1.
بعدين فلوس أديك.